استذكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال حضوره مراسم دفن النائب السابق ناصر محمد ناصر الساير، استذكر مآثر وخصال الفقيد معزيا عائلته والكويت. فقدت الكويت اليوم أحد الرجال البارزين في تاريخها الحديث، وهو العم ناصر الساير طيب الله عراه وأحسن مثواه. العم ناصر الساير له بصمات واضحة في العمل في بناء نهضة الكويت الاقتصادية وفي العمل السياسي، حيث كان عضوا في عدة فصول تشريعية وفي أعمال الخير التي انتشرت في كل بقاع الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مثواه الجنة إن شاء الله، وأن يصبر ويثبت أهله وأحبائه وأبنائه وبناته ويرزقهم إن شاء الله الصبر والسلوان. وسيبقى العم ناصر الساير قصة تبقى في وجدان كل الكويتيين لما قدمه للكويت والكويتيين في كافة المجالات والقطاعات المختلفة. نعزي أنفسنا ونعزي أهل الفقيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عزاهم وأن يكون مثواه الجنة إن شاء الله.